السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوتوديسك من استراح شرم كلاود، هو كان اسم زمان بنت 68، لكن اوتوديسك غيرت الاسم، لكن هو نفس الشكل. يعني كان ممكن يبقى ايه ابديت للاوتوديسك 68، لكن هم حبوا ان هم يسموا الاسم يكون اقرب للعمل بتاعه، مفهوم اكتر ان هو مركز على الكونستراكشن وان هو عبارة عن شغل كلاود. هتلاقي الواجهة بتاعته سهلة جدا. تعالى ندخل مثلا ماي هوم، فهنا بيقول لك لو انت عايز اشرح لك ماي هوم ايه الحاجات اللي موجوده فيها. طيب وهنا يقول لك بقى اذا كان في حد عمل لك اساين لمهمه او تاسك معينه، يقول لك مثلا في حاجه المفروض ان انت تعملها، في ار اف اي، في سبميتال، في ريفيو، يبدا يجيب لك ايه الحاجات اللي عملت والحاجات اللي ما اتعملتش، المشاريع اللي موجوده، البوك مارك لو انت في حاجات معينه معلم ان دي حاجات مهمه وعايز ان انت ترجع لها بسهوله، العناصر اللي انت لسه شايفها. هنا بقى البروجكتس لو في مشاريع، طبعا اي مشروع فيهم هتدوس هيبدا يفتح معاك وتبدا ان انت تقدر ان انت تشوفه. هيبدا يظهر لك هنا بقى الادرس، الويزر، الماي ديزاين ايشو اللي موجوده، ولو دوسنا هنا هيبدا يقول لك ان هنا ده البروجكت هوم وعايز تشوف الدوكيمنت مانجمنت، هتدوس هنا وتقدر تعمل اكسبورت للمشروع والمعلومات، تقدر تشيرها مع حد من الناس، تقدر تعمل كاستمايز للواجهه اللي موجوده. وهو نفس بنت 68، يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه في بنت 68 ودوكيومنتس وكل الكلام دوت، هو هو مجرد بس تغيير في الاسم. لكن في برضه حاجات هنبدا نشرحها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، اللي هي مثلا بلان جريد، وده كان منتج مستقل وبعد كده ديسك ضمته ليها، فشرحناه بالتفصيل في كذا فيديو، لكن ما فيش مشكله نشرح الدمج، لان في كذا برنامج معتمد على اوتوديسك كونستراكشن كلاود ومعتمد على بلان جريد، فهنبدا نشرحهم كلهم ان شاء الله في الدروس اللي جايه باذن الله، لان مهم جدا ولقيتها مطلوبه في مشاريع كتيره بالذات في السعوديه، فنبدا نتكلم فيها. بلان جريد بيديك ان انت تدير الملفات سواء بي دي اف او توكاد، وتبدا تعمل ار اف اي وسبميتال وايشيو، وتعمل مارك اب على اللوح، وتشوف الفايلات بتاعتك كلها بتاعت المشروع كلها في مكان واحد. شرحناه زي ما قلنا بالتفصيل، هو اكيد الاكونت بتاعي خلص، فعمل اكونت جديد عليه ونبدا ان احنا نشرحه، لان كل شويه بيحصل فيه ابديت بالذات لما بدا يبقى معتمد اكتر من اوتوديسك ان شاء الله، وبقيه البرامج برضه والمواقع هنشرحها ان شاء الله. فخلي في اشتراك في القناه عشان تجيلك التنبيهات اول باول باذن الله. ده هو اوتوديسك بيلد، اقول له جيت ستارت، هيبدا بقى يشرح لنا كل حاجه. ده الدوكيومنتس اللي احنا قلنا عليه، ده اللي هو كان موجود من زمان، اللي انت بس بترفع الملفات وتشاركه مع الناس مجرد زي جوجل درايف، ترفع عليه الملفات تمام، وعندك البيلد وعندك الكوست مانجمنت وعندك الانسايت اللي هو يبدا يقول لك احصاء لكل حاجه حصلت في المشروع اهو. ده البيلد اهوت تمام. خلينا نمشي معاه واحده واحده. انا عملت حساب جديد على اساس ما يظهرش اي معلومات خاصه بالشغل الحقيقي بتاعي تمام، عشان ما يحصلش بس مشكله. انفايت بروجكت ممبر، تبدا تبعت للناس اللي شغالين معاك في المشروع انفيتيشن او دعاوى بحيث ان هم يبقوا موجودين معاك في المشاريع الموجوده. وهنا هتلاقي في الشتات الموجوده وكم شخص تقدر تضيف ناس، السايت ويزر، درجه الحراره والرطوبه وكل الحاجات ديت، ودي حاجات مهمه لان ممكن في بلاد كتيره لما توصل درجه حراره اعلى من حاجه معينه لازم الشغل كله يقف. تمام. هنا بقى الهيلب والليرنينج، ده بقى لو انت عايز تنزل الموبايل هتعمل مسح للكيو ار، خليني برضو اعمله بحيث نشرحه ان شاء الله في فيديو تاني. مجرد هتسطب برنامج كيو ار، او اغلب الكاميرات بقى فيها كيو ار سكانر تمام اهوت، يبدا بقى يحمل لي التطبيق عندي على الموبايل. طيب نيكست اهوت، هيبدا بقى يشرح لك كونجراتوليشن فينش اهوت. هتلاقي عندك هنا الشتات كلها موجوده، واي شيء تقدر ان انت تفتحه وتقدر ان انت تعمل زوم وتقدر ان انت تحط عليه كلاود، وفي ذكاء صناعي موجود في قلب البرنامج او التطبيق اوتوديسك كونستراكشن كلاود، يعني بتدفع شركات كتيره
هو يقدر اوتوماتيك يفهم اسم اللوحه دي ايه او رقم اللوحه دي ايه، ويبدا يسمي اللوحه من بره او ملف البي دي اف من بره بالاسم ده. يعني لو انت رفعت ملف بي دي اف كتير كبير وفي كذا لوحه، فهو يبدا اوتوماتيك يفهم دي رقم كذا ودي رقم كذا ودي رقم كذا. تمام، اي واحد من دول تقدر ان انت تعمل له اوبن تفتحه، او تقدر ان انت تعمله سبورت او تشير مع الاخرين. ولو فتحته بيبدا ان هو تقدر تعمل زوم، تقدر انت تطبعه، تقدر ان انت تاخد اي معلومات انت عايزها. تقدر انت مثلا تعمل علامة معينة ان في اشيو في المكان الفلاني، بحيث ان يجمع لك بعد كده تقول له انا عايز اشوف كل الاشيو اللي انا شفتها في المشروع، يبدا ان هو يجيبها لك. وهنا اللوكيشن، وهنا الاسيت اللي هي العناصر المملوكة او الحاجات اللي العناصر الاساسية في المشروع. غالبا بتبقى الميكانيكال والاكيوبمنت الكتريكال، لان بنحتاج ان احنا نوصفها اكتر في الصيانة وهكذا. هنا بقى الفايل، تقدر ترفع الملفات، كل الملفات اللي انت عايزها. حتى لو رفعت اي ملفات 3D 2D يبدأ ان هو يرفعها ويبدأ ان هو يشوفها، وتقدر تنظمها في ملفات. وهنا الاشيو، لو حبيت تشوف كل الاشيو اللي موجودة في المشروع. بصوا دي كل الملفات، يعني حتى لو حاولت ترفع الصور وفيديوهات مش هتعرف. وهنا فورم، دي بتبقى فورم جاهزة، بحيث ان انت مثلا عايز تتأكد من حاجة معينة، او عايز مثلا تبعت ايميل بحاجة معينة، فهو عنده تمبليت جاهزة بكذا فورم موجود، تقدر تختار منهم اللي انت عايزه. هو موجود بالشكل دوت، تقدر تقول له مثلا عايز اشوف سامبل الحاجات اللي هي محتاجة كل يوم، عايز اشوف سامبل للتايم شيت. طيب مش موجود، تقول له كريت فورم، واختار بقى فورم معين للتايم شيت مثلا. تمام، جاهز. هتقول له بس اللوكيشن الديسكريبشن، يبدا بقى ان هو يعمل لك التايم شيت اللي انت عايزه. هو لسه بيفتح دلوقتي. زائد ان انت تقدر تعمل داونلود بي دي اف او ريبليس بي دي اف. ادي اهو التايم شيت جاهز بالاسم بتاعي بالتاريخ وكل حاجه. تمام، فتقول له سبميت، يبقى خلاص ده هيبقى اي حد عايز يعمل تايم شيت يقدر يستفيد بالتايم شيت اللي انا عملته الثواني. طيب هنا بقى الصور اللي موجوده. الصور دي غالبا بتكون من الموقع نفسه، يعني حد موجود في الموقع وبيرفع لنا الصور دي. هنا الار اف اي اللي موجوده في المشروع، هنا السبميتال اللي جات لنا، هنا الميتنج الاجتماعات، الاسيتس اللي موجوده في المشروع، الروبوت، وطبعا احنا هنحط الممبر الناس اللي هتشتغل معانا في المشروع، نبدا نضيفهم. ولو في حاجه عايز تظبطها ممكن من سيتنج هنا تحت خالص. معلومات المشروع وهيخلص امتى، اللوكيشن بتاعه، الاسبلت سبورت اللي موجود. طيب لو حد عايز يشتري، عشان برضو ايه اللي ما عندكم المعلومه كامله، دي الاسعار موجوده. تمام اهيت، هتقول له فيو بينج اوبشنز، فيبدا يجيب لك الاسعار. هي الاسعار بتبقى شهريا او سنويا زي ما انت عايز. دي الاسعار اهيت، انوالي او مانثلي، يعني تقريبا كل 550 شيت ب 475 دولار في السنه، يعني تقريبا 40 دولار في الشهر. ال 5000 شيت 830 دولار في السنة، والانليمتد ب 1550 دولار في السنة. كده معاك المعلومة كاملة.